let A dot B تساوي 30. هاي أيضا معلومة أخرى. A dot B تساوي 30 and B dot C تساوي 35. B dot C تساوي 35. شو المطلوب؟ Find the magnitude and direction of A. بده مقدار واتجاه مين؟ مقدار واتجاه A. بده هاي بده ثيتا A كم تساوي. كيف نحل السؤال؟ قبل ما نبدأ بالحل، في متطابقة مهمة بالرياضيات لازم نكون عارفينها. لو حكالي مثلا كوساين A زائد B، هذا ايش بيساوي؟ هذا بيساوي كوساين A في كوساين B، بعدين بعكس الإشارة اللي هون في حالة الكوساين، ماينس ساين A ساين B. كوساين A كوساين B زائد B يساوي كوساين A كوساين B ماينس ساين A ساين B، الزاويتين اللي هون. لو كانت الإشارة اللي هون ناقص، هاي بتصير زائد. هسا رح نشوف كيف هذا رح يفيدنا بالحل. الآن لما نيجي نطبق المعطيات نحولهم للرسم اللي عندنا. المعطيات مرة أخرى، إنه المتجه B الطول تاعه بيساوي 5، أوكي. ثيتا B زاوية B مع الإكس بوزيتيف إكس أكسس هي 60 درجة. الآن عندي متجهين آخرين C و A، بس إلهم نفس المقدار، يعني الطول تبعهم ثابت، وهو المطلوب بالسؤال. هو طالب طول المتجه A يعني طول C، نفس الإشي. الزاوية C بحكي لي في السؤال إنه زاوية المتجه C مع الإكس هي أكبر من زاوية المتجه A بخمسة وعشرين درجة. فشو بروح بعمل أنا؟ بروح برسم على المتجه نفسه المتجه A مثلا. نفرض من عندنا هيك مثلا، هذا هو المتجه A، زاويته هي ثيتا A، منعرفهاش. لكن المتجه C زاويته لما نرسمه هي نفس زاوية المتجه A وزيادة 25. إذن هيك المتجه C راح يكون. مثلا زاوية C مع X هي نفسها زاوية A وزيادة 25، يعني كم الزاوية بين ال A و C راح تكون؟ راح تكون 25 درجة. إذن زاوية C هي ثيتا A زائد 25. إذن هذا معناه، وأصلا قال لي إنه زاوية C أكبر من A ب 25، فالفرق بينهم 25 درجة و C هي الأكبر بهذا الشكل. نبدأ، مدام حددنا على الرسم وعرفنا الزوايا، خلينا بس نتكلم عنها بشكل سريع. زاوية A مع الإكس هي ثيتا A، زاوية C مع الإكس هي 25 زائد ثيتا A، زاوية B مع الإكس هي 60 درجة، معطاة جاهزة. زاوية A مع B كم راح تكون؟ زاوية الـ A مع الـ B هي نفسها زاوية الـ B مع الإكس ناقص الثيتا A. إذا تأملنا يا شباب هون نلاحظ إنه الزاوية B من عند B لعند الإكس هي كلها 60. لو شلنا منها الثيتا A، لو شلنا هاي، بضل عندي الزاوية بين A و B. إذا زاوية A مع B هي 60 ناقص ثيتا A. إذا هاي احنا استنتجناها من رسمتنا إنه ثيتا A مع B بتساوي 60 ناقص ثيتا A. وزاوية B مع C لو شلنا هذا كلياته من الستين راح يضل عندي الزاوية بين ال B وال C. الزاوية بين ال B وال X هي 60. إذا شلنا منها ثيتا A وشلنا منها 25 درجة، شو راح يضل لنا؟ الزاوية بين ال B وال C. إذا ثيتا بين B و C بتساوي 60 ناقص ثيتا A ناقص 25، يعني راح يطلع معانا 35 ناقص ثيتا A. إذا كم الزاوية بين ال B و C؟ 35 ناقص ثيتا A. تمام. الآن ببدأ الحل من المعطيات المعطاة في السؤال من هون. A dot B تساوي 30 و B dot C تساوي 35. نبدأ شغلنا من هون. فبنحكي الحل. A dot B
بيساوي A في B في كوساين ثيتا اللي بينهم. خلينا نعوض الآن. في يساوي A مقدارها مجهول، راح نسميها A بدون متجه ولا قيمة مطلقة، بس المقصود فيها المقدار فقط. B مقدارها 5، مقدار B معروف، هي هون 5 معطى في السؤال. ضرب كوساين الزاوية بين A و B، الزاوية بين A و B هيها طلعناها هون، هي 60 ناقص ثيتا A. إذا هون راح يكون عندي كوساين 60 ناقص ثيتا A. الآن كوساين 60 ناقص ثيتا A منطبق عليها هاي المتطابقة اللي هون، بعتبر الـ A small هي 60 والـ B small هي ثيتا A، ومنفكهم كوساين 60 كوساين ثيتا A، الإشارة ناقص بعكسها بتصير زائد ساين 60 ساين ثيتا A. إذا Y يساوي 5 في A، نفتح قوس كبير، كوساين 60 كوساين ثيتا A ناقص ساين 60 ساين ثيتا A. إذا A دوت B يساوي هذا الكلام، بس A دوت B معروف قيمته 30، أنا بعرف قيمته، يعني هذا كله الكلام اللي هون يساوي 30. الآن نطبق B دوت C، B دوت C راح تكون مقدار B في مقدار سي في كوساين ثيتا اللي بين بي وسي، وهذا بوضح لكم ليش احنا قبل ما نبلش بالحل طلعنا الزاويه بين اي وبي وبين بي وسي، بين اي وبي وبين البي والسي ليش حسبناهم او حاولنا نطلعهم من الرسم عشان نكون جاهزين لما نحتاجهم بالحل هون. ويساوي لان بي مقدارها 5، مقدار المتجه سي نفس مقدار المتجه اي، ما في فرق بينهم، في كوساين الزاوية اللي بين B و C اللي هي إيش؟ 35 ناقص ثيتا A، كوساين 35 ناقص ثيتا A. ويساوي نفس الإشي 5 A كوساين 35 كوساين ثيتا A. احنا هون حكينا الإشارة ناقص، فلازم يكون هون العكس، هي زائد وهون زائد كمان، زائد انه هون ناقص حسب المتطابقة، ساين 35 في ساين A ثيتا A. تمام. ايضا هذا الكلام كله بيساوي B دوت C اللي هي 35. خلينا الان نكتبهم تحت بعض ونرتبهم ونوزع الخمسة A على الأقواس ونعوض قيمة الكوساين الستين وساين الستين وهكذا، فرح يطلع معنا A دوت B اللي هي 30 تساوي 5 A ضرب كوساين الستين ضرب كوساين ثيتا A. هلا الـ A والكوساين ثيتا A مجهيل، فبخليهم بس بضرب الخمسة ضرب كوساين الستين، 5 كوساين الستين 2.5، فرح يطلع معنا 2.5 ضرب A ضرب كوساين ثيتا A زائد 5 A في ساين الستين، 5 ساين الستين 4.3 زائد 4.3 في ساين ثيتا A في A طبعا ضرب A. هاي المعادلة الثانية اللي تحت B دوت C اللي هي 35 اللي هون تساوي 5 ضرب A ضرب كوساين 35. إذا أنا عندي 5 في كوساين 35 4.1 في A في كوساين ثيتا A. هون عندي 5 ضرب ساين 35 2.9 زائد 2.9 A هذه ضرب ساين ثيتا A. تمام. الآن نقسم المعادلتين على بعض، في هيك حالة من الحالات المعادلات نقسمهم على بعض التنتين عشان نقدر نعمل ضرب تبادلي، فراح يطلع معنا
30 على 35 يساوي هاي على هاي 2.5 كوساين ثيتا A، بدي أسميها ثيتا، بديش أكتب ثيتا A عشان بس الوقت، في A في كوساين ثيتا زائد 4.3 في A في ساين ثيتا على 4.1 A في كوساين ثيتا زائد 2.9 في A في ساين ثيتا. الآن نعمل ضرب تبادلي بين المعادلتين، فرح أضرب 30 بالمقدار اللي تحت و 35 بالمقدار اللي فوق، فرح نحصل على ما يلي. رح يطلع معنا 30 ضرب 4.1 123 A في كوساين ثيتا زائد 2.9 ضرب 30 87 A ساين ثيتا يساوي الآن 35 ضرب 2.5 87.5 في A في كوساين ثيتا زائد 35 ضرب 4.3 150.5 الآن صارت مسألة بسيطة، مسألة رياضيات سهلة جدا. إذا نجمع الآن كوساين ثيتا في طرف وساين ثيتا في الطرف الثاني، فراح يصير عندنا 123 A كوساين ناقص 87.5 A كوساين مع بعض. لو حسبناهم 123 ناقص 87.5 35.5 A كوساين ثيتا يساوي الآن 150.5 بدنا ننقص منها 87 63.5 الطرف الثاني 63.5 في A في ساين ثيتا. بنلاحظ انه A نقدر نقصرها من الطرفين، لو قسمنا الطرفين على كوساين ثيتا راح يطلع معانا تان ثيتا ساين على كوساين تان يساوي 35.5 تقسيم 63.5 ويساوي 0.56. إذن ثيتا اللي هي نفسها ثيتا A تساوي شفت تان 29.2. تمام. طبعا بدنا ننتبه انه القيمة الزاوية ممكن تتأثر او تتغير مع التقريبات اللي عملناها بشكل بسيط، يعني ممكن هاي تكون 28.9 28.56 حسب درجة التقريبات اللي احنا عملناها. بعد ما عرفنا ثيتا A كيف نعرف قيمة A نفسها؟ بنعوض في اي واحدة من هاي المعادلات، بنعوض في اي واحدة، يا اما هاي المعادلة او هاي المعادلة. 30 تساوي الآن ثيتا اللي هي 29.2، خلينا نكتبها على هيئة المعادلة اللي فوق، 30 تساوي 2.5 ضرب x المجهول اللي هو a في كوساين
الانسر اللي كان على الآلة زائد 4.3 ضرب اكس نفس المجهولة في ساين الانسر اللي كان هون. الناتج شيفت سولف يس سبعة بوينت زيرو زيرو يعني سبعة ايه تساوي سبعة بوينت او ون. هاي يعني هاي مسألة ما بتيجي اكيد ملتيبل تشويس، فكرتها زي ما حكيت لكم زي هيك الاحجية، وهذا هو الحل تبعها. حلها بيعتمد على معلوماتنا في الرياضيات بشكل كبير جدا. اوكي خلينا الآن نشوف هاي الأسئلة المتعلقة في الدوت برودكت على شابتر 7. الآن راح ننتقل لكم من مسألة من شابتر 9 من شابتر 11 اللي بتتكلم عن الكروس برودكت. راح نحكي عن مسائل من شابتر 11. المسألة الأولى، السؤال بحكي لنا given M تساوي 2i ناقص 3j زائد k and N تساوي 4i زائد 5j ناقص 2k، أعطاني متجهين. calculate the vector product M cross N. سؤال كثير بسيط وكثير مباشر. نكتب المتجهين M تساوي 2i ناقص 3j زائد k والN تساوي 4i زائد 5j ناقص 2k. M كروس N تساوي نعمل محددة i j k على الترتيب، نكتب الام بالاول 2 سالب 3 1 4 5 وسالب 2 الان ويساوي نحط i هات نفتح قوسين ماينس j هات نفتح قوسين بلس k هات نفتح قوسين معها. الاقواس كلها في داخلها اشارة سالب زي ما تعلمنا اثناء شرح الدرس. اوكي هلا عشان نعبي القوس تاع الاي بدنا نشطب الاي الصف والعمود اللي فيه الاي نشطبها، فراح يصفي عندنا ناقص 3 ضرب سالب 2 ناقص هذا الناقص 1 ضرب 5. طيب ناقص 3 ضرب ناقص 2 يعني 6 موجب 6 ناقص 1 في 5 5 يجي على الجي، بشطب العمود والصف اللي فيه الجي باخذ 2 مع السالب 2 و1 مع الأربعة وبينهم إشارة سالب. 2 في سالب 2 سالب 4 1 ضرب 4 4 نجعل الك نشطب العمود اللي فيه الك 2 ضرب 5 10 دائما الضرب من جهة اليسار بعدين اليمين. 2 ضرب 5 10 ناقص ناقص 3 في 4 ناقص 12 ايش بصير هاي؟ بصير الآن زائد 12 زائد 12. ليش صارت زائد؟ لأنه أصلا هي فيها إشارة ناقص. تمام ويساوي 6 ناقص 5 1 يعني I هات ناقص 4 ناقص 4 ناقص 8 مع الناقص اللي هون بصير زائد زائد 8 J 10 زائد 12 22 K. هذا هو M كروس ان. لو كان طالب ماجنيتيود اوف ام كروس ان باخذ الجذر لهاي المعادله. السؤال طبعا سؤالنا ما طالب. خلينا نشوف الان بروبلم 3 على هذا الشابتر.
problem 3 بتحكي لنا two vectors are given by a تساوي i زائد 2j والb معطى. مطلوب بدنا a cross b and the angle between a and b. بده a cross b وبده الزاوية بين a وb كم بتساوي. نكتبهم a تساوي i زائد 2j والb تساوي ناقص 2i زائد 3j. فرع a a cross b تساوي نعمل محددة i j k. ممكن واحد يكتب بس هون ما في k ليش نحط k؟ حتى لو ما في k لازم تنحط بالمحددة هون. واحد واثنين وصفر حط مكانها صفر. هون سالب اثنين وثلاث. هون صفر مرة أخرى ويساوي حط i ناقص j زائد k. ونعوض سالب داخل الأقواس لا مشطوي العمود تاع الاي. 2 ضرب 0 0 ضرب 3 يعني هون صفر. نيجي على الجي 1 ضرب 0 0 0 ضرب سالب 2 0 يعني هون أصفار. نيجي على الكي 1 ضرب 3 3 ناقص 2 في سالب 2 بصير سالب 4 مع السالب بصير زائد زائد 4 ويساوي 0 i 0 j كله راح بصفي عندي 3 زائد 4 7 k. 7 k هات. اذا a كروس b هي فقط 7 k هات. طيب خلينا الان نطلع الزاويه بين المتجهين. فرع b a كروس b مطلق تساوي مطلق a في مطلق b في ساين ثيتا بين a و b ويساوي لان a كروس b مطلق هيها اللي هي جذر 7 تربيع. ما في عندي i و j بس k لحالها. مطلق ال a نحسبها من هون. مطلق a اللي هي نفس a تساوي جذر 1 تربيع زائد 2 تربيع اللي هي جذر الخمسة. ومطلق B اللي هي نفس الB تساوي جذر 2 تربيع زائد 3 تربيع اللي هي جذر 13. إذا نصفع عنه هون جذر الخمسة في جذر 13 في ساين ثيتا AB. إذا ساين ثيتا AB تساوي جذر 49 هي 7 على جد. لما يكون أنا عندي بس المتجه يعني حد واحد ما في i و j مثلا بس k أو بس j أو بس i فالقيمة تاعته هي الرقم اللي هون بدون ال k. 7 على جذر 15 جذر 5 ضرب 13 طبعا لأنه في ضرب بينهم بقدر أدخلهم تحت جذر واحد يعني بقدر أدمج الجذر أو أفصله إذا كانت الإشارة ضرب أو قسمة. ويساوي نحسبها 7 تقسيم جذر 5 ضرب 13.87. إذا ثيتا نفسها تساوي شفت ساين 60.26 يعني 60.3 ديجري. هاي هي ثيتا بين المتجهين. تمام. لو حاولنا نحله على طريقة الدوت برودكت دوت بين المتجهين يعني نقدر نحكي A دوت B تساوي مطلق A في مطلق B في كوساين ثيتا اللي بين A و B كم الناتج رح يكون. لأن A دوت B بدنا نحسبها من المتجهين نفسهم نضرب الـ I في الـ I والـ J بالـ J. واحد ضرب سالب اثنين هي سالب اثنين والآيات بتروح هي سالب اثنين زائد 2 ضرب 3 6 زائد 6 فالناتج
مطلق الـ A قلنا جذر الخمسة وهي جذر الثلاثة في كوساين ثيتا AB. أربعة تساوي جذر الخمسة ضرب 13. إذن كوساين ثيتا AB بيساوي 4 على هذا الجذر ويساوي 4 تقسيم جذر الخمسة ضرب 13 تقريبا نص. إذن ثيتا نفس AB تساوي شفت كوساين الآن 60.256 زي السؤال اللي قبله بالضبط نفس الفرع الجواب اللي بالطريقة الأولى يعني بيطلع 60.3 نفس الجواب. الآن شباب لو كنا في الامتحان وأجانا سؤال زي هيك أجانا طلب بالزاوية بين متجهين وأنا يعني عندي خيار أحسب الكروس والدوت يعني مش زي هذا السؤال أنا حاسب بكروس ومخلص وطلب مني الزاوية استخدمته لا أنا لسه ما حسبت لا كروس ولا دوت وطلب الزاوية. ننصحكم دائما تستخدموا الدوت لإيجاد الزاوية أولا لأنه حساب A دوت B أسهل ثانيا والأهم أنه لما تكون الزاوية بين المتجهين أكبر من 90 درجة ما رح تبين بالساين الساين من 0 ل 180 كامل في هذا الرينج الساين موجب فرح يطلع معاي دائما ثيتا إيش أقل من 90 بينما هون رح تطلع معنا إذا كانت الزاوية أكبر من 90 هيطلع الكوساين تاعها سالب وبالتالي حيبين معاي إيش هي الزاوية بدقة بين الصفر وبين 180 درجة. تمام خلينا نشوف مسألة أخرى problem 6 السؤال بيحكي لنا two vectors are given by these expressions يعني متجهين يعطوا بالتعابير بالتعبير التالي A تساوي متجه عادي والB أيضا متجه عادي evaluate يعني احسب the quantities المقادير التالية A cosine inverse cosine inverse اللي هي نفس الشفت cosine A dot B على AB B sine inverse اللي هي شفت sine A cross B على AB C which gives the angle between the vectors مين بتعطي الزاوية بين المتجهين مين هي اللي بتعطي الزاوية بين المتجهين اوكي خلينا نحله طبعا احنا بنعرف انه التنتين راح يعطونا الزاوية بين المتجهين لانه A dot B على AB هي كوساين ثيتا فلما نعمل كوساين انفرس راح يعطيني ثيتا نفسها و A cross B مقسوم على AB هي ساين ثيتا وبالتالي لما نعمل ساين انفرس اذا هي الزاوية ففرع سي مين بيعطي الانجل بتوين ذا فيكتورز التنتين الاولى اللي هي كوساين انفرس والساين انفرس زي بعض التنتين لكن بدنا نثبت هذا الكلام بحل السؤال A تساوي ناقص 3i زائد 7j ناقص 4k و B تحتيها تساوي 6i ناقص 10j زائد 9k. قبل ما نبلش بالحل خلينا نطلع المقدار تاع كل منهم. A راح تساوي اللي هي الجذر 3 تربيع 7 تربيع 4 تربيع راح يطلع الجواب 9 زائد 49 زائد 16 8.6 والبي راح تساوي جذر 6 تربيع 10 تربيع 9 تربيع ستة وثلاثين زائد مية زائد واحد وثمانين أربعة عشر بوينت سبعة. تمام الآن نحسب فرع A بدنا A dot B هسا A dot B إيش بتساوي الـ I بالـ I والـ J بالـ J والـ K بالـ K
ناقص 3 ضرب 6 ناقص 18. 7 ضرب السالب 10 سالب 70. سالب 4 في 9 سالب 36، كله سالب. فبيطلع الناتج ناقص 18 ناقص 70 ناقص 36، فالجواب سالب 124. الآن لو حسبنا A dot B وقسمناها على A في B، إيش راح تساوي؟ راح يطلع ناقص 124 اللي هي هاي مقسوم على A ضرب B. A ضرب B هيهم اللي هي 8.6 ضرب 14.7. إذن الجواب اللي طلع لو قسمناه عشان الدقة اللي هي حكينا بلاش 8.6 ضرب 14.7، وهيك راح يطلع الجواب غلط إذا ما حطينا أقواس. لازم تحط أقواس لأنه بعدين بيقسم بعدين بيضرب الناتج كله في هاي، هذا بيطلع غلط. يساوي ناقص 0.98%، ناقص 0.98%. الآن هو إيش بده يعني أعمل؟ بده يعني أخذ كوساين إنفرس لهذا الناتج. فبحكي له كوساين إنفرس ل A dot B على A في B رح يساوي كوساين إنفرس للناقص 0.98. ولو هاي حسبناها من هون شفت كوساين اللي هي كوساين إنفرس للناتج نفسه رح يكون الجواب 168.77، 168.77. إذا هاي هي ثيتا، هاي هي نفسها ثيتا بين المتجهين A و B. خلينا نشوف الآن الثاني A cross B شو رح يعطينا. فرع B A cross B بتساوي المحددة I J K ناقص 3 7 ناقص 4 و 6 وناقص 10 و 9 هو يساوي I سالب J زائد K، في الداخل كله سالب. الآن نغطي على الآي، 7 في 9 63 ناقص سالب 4 في سالب 10 40، نيجي على الجي نشطب على الجي، سالب 3 في 9 سالب 27 ناقص سالب 4 في 6 سالب 24، بصير هاي زائد 24. نغطي الآن على الكي، سالب 3 في سالب 10 30 ناقص 7 ضرب 6 42، فالناتج راح يكون 63 ناقص 40 23 I hat ناقص 27 زائد 24 ناقص 3 مع الناقص يعني زائد 3 J hat 30 ناقص 42 راح يطلع ناقص 12 ناقص 12 K hat، لأن هاي هي A cross B. وإيش طلب منه هون بالسؤال؟ طلب A cross B مطلق، فبدنا نجيب الآن مطلق A cross B. فبنحكي مطلق A cross B يساوي تحت الجذر 23 تربيع زائد 3 تربيع زائد 12 تربيع، فبيطلع الناتج 23 تربيع زائد 9 اللي هي 3 تربيع زائد 144 اللي هي 12 تربيع، فالجواب 26.12. هاي A cross B مطلق. بعدين شو طلب نعمل؟ طلب نقسم A cross B على A ضرب B. A ضرب B فبنحكي A cross B يساوي
وقسمناها على A B راح تساوي 26.12 على 8.6 ضرب 14.7 اللي هي نفسها هاي. فبيطلع الناتج 0.2 0 6. الآن بدنا ناخذ ساين انفرس لهذا المقدار. ساين انفرس ل A كروس B مطلق مقسوم على A B راح يساوي ساين انفرس للبوينت 2.06 راح يطلع الناتج شفت ساين 11.9 11.92. هل هذا هو نفس الناتج؟ هون ازاي طلعت 168، هون طلعت 11.9. السبب شباب انه الساين بتعامل دائما زي ما حكيت لكم قبل شوي، لو كانت الزاوية اكبر من 90 ساينها راح يكون موجب، وبالتالي الآلة الحاسبة ما بتتعرف عليها، بتعطيني اياها بحيث تكون اقل من 90 درجة. بينما لما تكون الزاوية اكبر من 90 كوساينها بيطلع سالب، فإشارة السالب تفرق بالكوساين بس بالساين ما راح تظهر معنا. لو عملنا رسم توضيحي للنواتج ايش راح نشوف؟ هي المحاور، انا بدي ارسم الزاوية بين المتجهين. في حالة الساين طلعت معنا 11.92. هي 11.92. في حالة الكوساين طلعت 168.77، يعني هيك راح تطلع. راح تكون هاي كلياتها 168.77. لو حسبنا هاي اللي هون كم راح تطلع يا ترى؟ 180 ناقص 168.77 11.2. الآن الاختلاف بين الرقمين هو سبب التقريبات اللي احنا عملناها في الحسابات. لو ما عملنا تقريبات كان راح يطلع الجواب نفسه بالضبط 11.92 exactly. فأنا شو بحكي؟ إنه الساين هاي الزاوية وهاي الزاوية إنهم نفس الساين، لأنه الساين بتعملش مع الإشارة السالبة في الربع الثاني، بس الكوساين بيقدر يفرق لي بيناتهم. عشان هيك اللي بتمثل بدقة زي ما حكينا في السؤال اللي قبل هاد قيمة الزاوية بين متجهين هي الزاوية المستخرجة من الكوساين من الدوت برودكت. فإذا الجواب مين من هاي الزوايا بتمثل الزاوية بين المتجهين؟ الجواب هو ثيتا اي بي في حالة الدوت، بينما هاي ما بتمثلهم، الزاوية بينهم 168.77. تمام، خلينا نشوف الآن بروبلم 7. بروبلم 7 مسألة أيضا رياضية أكثر منها فيزيكس. بروبلم 7 بتحكي لنا if A cross B تساوي A dot B. A cross B تساوي A dot B، بسوا بعض A cross B مطلق. What is the angle between A and B؟ إيش هي الزاوية بين A و B؟ فأنا شو بعمل؟ بكتب هذول التنتين بالأول، بحسبهم وبساويهم ببعض وبنشوف شو بيطلع معنا. فبنحكي لو كان عندي A cross B مطلق، هي إيش راح تساوي؟ هاي راح تساوي A في B في ساين ثيتا بين متجهين بين A و B. A dot B بدون مطلق طبعا، لأنه أصلا الجواب هو مقدار، راح يكون A في B في كوساين ثيتا بين A و B. هو بيحكي لي في السؤال إذا A cross B تساوي A dot B، فشو بعمل أنا؟ أنا بساوي هدول ببعض. لما A cross B تساوي A dot B لما يساوي بعض معناها